الفريق محتاج لكم أكثر، سارعوا للاشتراك واختاروا البطاقة اللي تناسبكم. تحية طيبة لكم مشاهدينا الأوفياء وحييكم أينما كنتم، مرحبا بكم في هذا الروبورتاج الخاص حول استعدادات الفريق للقاء الأول داخل إطار كأس العرش للموسم الرياضي الجديد بمركب محمد الخامس الأربعاء أمام فريق أولمبيك التشيرة. استعدادات الرجاء لهذا اللقاء ضمن التقرير التالي. أسبوع تقريبا يفصلنا عن انطلاق الموسم الكروي للرجاء داخل فعاليات كأس العرش الأربعاء المقبل. أولى مباريات الخضر أمام نادي أولمبيك التشيرة وشق الذهاب بالبيضاء في تمام السابعة مساء بمركب محمد الخامس، هي فرصة للقاء العشاق بالرجاء بعد انتهاء الموسم المنصرم، والنصر يواصلون استعداداتهم لهذه المباراة وعين الكل على أداء جيد، خصوصا وأن المباراة الأولى للطاقم التقني الجديد أمام الأنصار وبعق ردة، وتدريب الفريق مستمرة بمركب مولاي رشيد. وأمامكم الصور. المباراة أمام التشيرة لن تكون بالسهل، خصوصا وأن أبناء جريندو سيبحثون عن إثبات الذات رغم اسم الرجاء. بالمقابل فهي فرصة للمتابعة عن قرب الوافدين الجدد والذين سيظهرون للمرة الأولى بقميص الرجاء. بالفعل كيف ما كنعرفوا فريق الرجاء فريق اللي هو كبير، بدوري أنا كلاعب ود البطولة الوطنية جاي باش نبان على واحد الوجه مشرف لفريق الرجاء البيضاوي. غتكون اول مقابله ليا بقميص الرجاء البيضاوي، غتكون ان شاء الله اللي هي مزيانه. انا مستعد لكل ما فيه الكفايه باش نقول الكلمه ديالي في رقعه الميدان. بالنسبه للمقابله، اول مقابله لفريق الرجاء البيضاوي، مقابله اللي غتكون مصيريه للرجاء. اللاعبين مستعدين حتى هما وعارفين المسؤوليه اللي عليهم للمقابله، كلنا واعيين بالمسؤوليه اللي علينا، وكنقولوا خاصنا المقابله اللي غادي نلعبوا في البلاد ديالنا هي اللي غتخول لنا الروتور ان شاء الله باش ندوزوا للدور الموالي. ونتمنى خير لفريق الرجاء البيضاوي، نتمنى خير لجميع اللاعبين اللي معايا في الفريق، حظ موفق لفريق الرجاء البيضاوي ان شاء الله. استعدادات زملاء الراقي تخللتها مجموعة من المباريات الودية آخرها تعادل أمام النهضة البركاني، والجهاز الفني بقيادة الإسباني خوان كارلوس غاريدو متفائل جدا بخصوص مستقبل الفريق، حيث عبر أكثر ما مر بإعجابه بلاعبي الرجاء، فهل نرى رجاء قوية في لقاء التشيرة وحظ بطاقة العبور بتأمين النتيجة عند الاستقبال. الأربعاء إذن مشاهدينا الأوفياء ضربة البداية الخاصة بفريق الرجاء الرياضي للموسم الكروي الجديد عبر بوابة كأس العرش أمام أولمبيك التشيرة بمركب محمد الخامس، وعين الكل على تحقيق نتيجة إيجابية في الذهاب لتفادي المفاجآت في الإياب. فنتمنى حظ سعيد لزملاء الراقي وتحقيق الفوز في لقاء كأس العرش. هذه تحيات فريق العمل من استعدادات الفريق بمركب مولاي رشيد، في أمان الله. فريق محتاج لكم أكثر، سارعوا للاشتراك واختاروا البطاقة اللي تناسبكم.